السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج لكل زمان ومكان. هذه الحلقة نخصصها أعزائي المشاهدين عن تحري هلال شوال لهذا العام في البلاد الغربية. كيف يتم ذلك؟ وما هي المعايير الشرعية التي يستخدمها أو تستخدمها المراكز الإسلامية ويستخدمها المركز الأوروبي للإفتاء والبحوث في تحري هلال شوال لهذا العام؟ أرحب معي هنا في الاستوديو بضيف هذه الحلقة، الأمين العام للمركز الأوروبي للبحوث والإفتاء فضيلة الشيخ حسين حلاوة. فضيلة الشيخ حسين، نرحب بك في برنامجك لكل زمان ومكان. قبل أن نبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة، وموضوع هذه الحلقة عن ضرورة أهمية وحدة الأمة في تحري هلال شوال وفي تحري بقية شهور السنة الهجرية، هذه الأمة عبر الكثير من أبنائها هذا اليوم عن تضامنهم مع الشعب التركي والحكومة التركية في هجمات أمس التي استهدفت عصب اقتصاد وعصب سياحة تركيا، بوابة تركيا اسطنبول في مطار أتاتورك. كيف نظرتم فضيلة الشيخ لهذا العمل، وما هي الكلمة التي تقدمونها للشعب التركي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، سيد الأولين والآخرين ورحمة الله العالمين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أحييك أخي الحبيب الأستاذ جمال، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، وأبارك لهم هذه الخواتيم الطيبة المباركة، وما بقي من الشهر إلا القليل. وقبل أن نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو من الأهمية بمكان يعني بخصوص مسلمي أوروبا، نود أن نقول بأن الحدث الأثيم الغاشم الجاهلي الذي حدث بالأمس في تركيا في مطار تركيا، الحقيقة هو حدث لا يمثل أي دين ولا يمثل أي خلق ولا يمثل أي قيم، إنما هو يعبر عن الفوضوية ويعبر عن الجهل ويعبر عن ضيق الأفق ويعبر عن والعياذ بالله يعني الاستباحة محارم الله سبحانه وتعالى من قبل أولئك الذين قاموا بفعل هذا الأمر، أو بالذين ساعدوهم أو مدوهم، أو حتى بالذين رضوا بهذه الأفعال، لأن هذه الأفعال لا يمكن أن يقبلها دين بأي حال من الأحوال. أولا يعني دماء بغير حق تراق، والله سبحانه وتعالى قد أكد في كتابه حين قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. وجاءت الأحاديث الشريفة الكثيرة التي تذكر بأن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنها جاءت في أيام شهر رمضان المبارك، والأمر الآخر أنها يعني الذين فعلوها فعلوها بخسة ونذالة، لأن فعلوها في ناس آمنين لا 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 لم يفعلوا شيئا ولم يقترفوا إثما، إنما هم أرادوا بها نظام دولة يدافع عن الحق، نظام دولة يحاول أن يقف مع المظلومين رغم تعرضه لكثير من الضرر في ذلك، ورغم تعرضه لكثير من المشاكل حتى من أصدقائه في مواقفه مع الحق ومع نصرة المظلوم، ومع إخواننا في غزة وفي كثير من الأقطار وفي الشام وفي كثير من الأقطار الإسلامية. جاء هذا الحدث الغاشم الأليم الإرهابي للأسف ليحاول أن يقضي على يعني اقتصاد تركيا، أن يوقف، خاصة أننا بعد رمضان تركيا مقبلة على موسم سياحي يأتيها الناس من كل مكان. فأنا الحقيقة نريد أن تكون هناك همة مقابلة لهذا، نريد أن نستحث كل صاحب ضمير وكل إنسان يعني عنده يعني استنكار لهذا الموقف أن يبدي ذلك كلاما وفعلا. أيضا كذلك نريد أن نستحث إخواننا في كل بقاع الأرض
أهلينا من العرب وغير العرب من المسلمين وغير المسلمين ألا يعني أن 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 يذهبوا إلى تركيا ليقضوا فيها أيامهم للسياحة ليثبتوا لهؤلاء أن فعلهم الغاشم يعني الخسيس هذا لن يؤثر بفضل الله سبحانه وتعالى بل العكس سيزيد من تعاطف أهل الخير وهم الأكثرية في هذا العالم أهل الحق وهم الأكثرية يزيد من تعاطفهم مع دولة تركيا التي نسأل الله أن يحفظها ويحفظ شعبها ويحفظ قيادتها ويحفظ أمتنا الإسلامية ويحفظ العالم كله بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة إن شاء الله. قبل أن نتحدث عن تحري هلال شوال فضيلة الشيخ، تحري الشهور الهجرية بشكل عام هل يمكن أن يعتبر الاتفاق عليه بين أبناء هذه الأمة مظهرا من مظاهر وحدتها، وبالعكس الاختلاف في تحديد بداية الشهور الهجرية ألا يمكن أن يعتبر مظهرا من مظاهر تمزق هذه الأمة وفرقتها؟ الله سبحانه وتعالى حينما خاطبنا خاطبنا كأمة، ليس أفراد، ليس قبائل، ليس جماعات، ليس أحزاب، إنما قال وكذلك جعلناكم أمة كنتم خير أمة. حتى أنا حينما أصلي في صلواتي ولو كنت منفردا فإني أستحضر أمتي في الفاتحة، في قراءة الفاتحة علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى، وهي أول سورة يفتتح بها القرآن الكريم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك بصيغة الجمع. حتى لو كنت أصلي منفردا لا أقول إياك أعبد بطلت صلاتي، ولو قلت إياك أستعين إنما إياك نعبد، أنا نعبد دي نون الجمع، وإياك نستعين نون الجمع. أنا أستحضر أمتي وأنا جزء من هذه الأمة، من هذه الأمة أتألم لألمها وأفرح لفرحها. الله أمرنا أن نعتصم بحبله وأن نتوحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا، أي متحابين جسدا واحدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لا يفرق بين العربي والأعجمي، بين بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبو بكر وعمر القرشي، الجميع سواسية. هكذا قال النبي الإسلام عن المسلمين، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وختم بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة حينما أكدها في خطبة الوداع صلى الله وسلم وبارك عليه، ونهانا الله عز وجل عن التنازع، قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا شك أن 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 يعني من مظاهر وحدة الأمة أن تتفق في أعيادها، أن تتفق في مواسمها، أن تتفق في عباداتها، لا أن تختلف. أنا يحزنني ويقطع قلبي حينما أرى المسلمين في البلد الواحد خاصة في الغرب في المدينة الواحدة، اليوم عيد لهؤلاء وغدا عيد لهؤلاء وبعد غد عيد لهؤلاء، مع أن الجميع قبلتهم واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد وكل أوامر الشرع أمرتهم بأن يتوحدوا لا أن يختلفوا. يحدث كذلك للأسف عندما يعني يأتي بداية رمضان أو شيء أو العيد، نرى هذا واضحا حتى بين الدول العربية، ومع أن الفقه لم يعتمد إلا وسيلتين ثنتين للهلال، إما ما يسمى باختلاف المطالع أو وحدة المطالع، لا يوجد أمر ثالث. معنى اختلاف المطالع أن لكل بلد مطلعه وأن لكل بلد رؤيته وأن على أهل البلد أن يستطيعوا رؤيته، وهذا الحقيقة هو ليس رأي الجمهور، رأي الجمهور العكس، رأي الجمهور أن بما يقولون بوحدة المطالع، بمعنى بأنه إذا رؤي الهلال في أي بلد وجب على المسلمين في أي مكان على ظهر هذه البسيطة أن يتبعوا هذه البلد وأن يصوموا معه. نعم. هذا هو الرأي الثاني. لا يوجد رأي ثالث الذي يحدث في العالم الآن أو في بين المسلمين في أوروبا لا تعرفه من أي الآراء. نعم. معنا فضيلة الدكتور أحمد الشيخ أحمد جاب الله الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء. فضيلة الشيخ أحمد نرحب بك في هذه الحلقة. مرحبا. أنتم في فرنسا، ما هو
أول أيام أو أين متى هو أول أيام شهر شوال عيد يوم عيد الفطر، وعلى أي أساس تم اعتماد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لكم على الاستضافة، ونحيي فضيلة الشيخ حسين معكم. في الحقيقة بالنسبة لفرنسا، يعني نحن منذ سنوات عديدة والمسلمون يحاولون أن يصلوا إلى قاعدة واحدة توحد بينهم وتبعدهم عن أن يختلفوا في أمر بداية الصيام ونهايته، ولكن مع الأسف يعني كثير من الجهود التي بذلت لم تصل بعد إلى أن يحسم الأمر بطريقة واضحة. منذ سنة 2012 كنا عقدنا ندوة فقهية فلكية كبيرة حضرها مجموعة من الفقهاء والفلكيين، واتفقت هذه الندوة على أن تأخذ بالحساب الفلكي للرؤية، بمعنى أننا نحن نحترم الرؤية، ولكن اليوم الحساب الفلكي يمكننا أن نعرف متى يولد الهلال ومتى يمكن أن يرى وأين يرى. وكان هناك اتفاق بحمد الله عز وجل، ثم في العام الذي يليه في 2013 حصل ندوة ثانية وحضرها عدد أكبر من المؤسسات الإسلامية. لكن المشكلة أن الاختلاف الحاصل مع الأسف في العالم الإسلامي لا يزال يلقي بظلاله على الواقع هنا. ولكن هذا العام دكتور أحمد، نعم، يبدو بأن الاختلاف، نطاق الاختلاف يضيق، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يضيق إن شاء الله. فهل على هذا الأساس هناك مساعي لديكم في فرنسا لتوحيد، نعم، تقويم بداية شهر شوال لهذا العام، ومتى هو؟ نعم والله، بالنسبة لنا عندنا مجلس، يعني هذا المجلس يسمى المجلس الشرعي الإسلامي في فرنسا. المجلس في الحقيقة هو يتبنى يعني ما أصدره المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في قراره منذ 2008، من أنه إذا رؤي الهلال في أي مكان في العالم أمكن رؤية الهلال والعلم الفلكي يعطينا هذه المعلومة، فنحن نأخذ بذلك وفقا لقاعدة يعني لا عبرة باختلاف المطالع، كما ذكر الشيخ حسين، وهو رأي جمهور الفقهاء ورأي كل المجامع الفقهية التي بحثت هذا الموضوع، توصلت إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع. فنحن بناء على كل هذا أصدرنا البيان في الحقيقة منذ شهر شعبان، وأعلننا بداية رمضان، وهي البداية التي بدأنا بها وهي يوم يعني 6 يونيو، ثم أعلننا كذلك أول أيام عيد الفطر وهو يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى يوم 5 من شهر يوليو. يعني هذا الإعلان قد تم ونشر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن الأئمة وخاصة القائمين على المساجد والمراكز الإسلامية يعني يأخذون بهذا القرار، وهذا من شأنه أن يجمع بإذن الله تعالى الكلمة ويوحد يعني الصفوف إن شاء الله. الدكتور أحمد كان قدم بحثا قيما في لو يقول لنا في لحيظات يعني عن الأثار الاجتماعية. شكرا أستاذنا الدكتور أحمد وبارك الله فيك. دكتور أحمد ابقى معنا قليلا. أهلا بحضرتك وأرحب بك. مرحبا. بحثك القيم الذي قدمته في المؤتمر الذي عقد في إسطنبول حول الأثار الاجتماعية التي تترتب على اختلاف المسلمين وعدم تجمعهم حول التقويم الموحد، لو تتكرم لنا يعني ما هي فعلا شيخ أحمد، نحن نحتاج فعلا أن نسمع، وكل هذه الأمة تسمع خطورة أن تختلف الأمة حول تقويم وحول بداية شهر أو نهاية الشهر، وما الذي يترتب على الذين كانوا سببا ويسعون لتأسيس للأسف ذلك الاختلاف واستدامته. نعم، هو في الحقيقة طبعا الذي دعانا ويدعونا دائما أن نرجح هذا الرأي الفقهي المؤصل في الحقيقة في الأخذ بالحساب الفلكي للرؤية عدة أسباب فعلا من الناحية الاجتماعية. أولها أن المسلمين الذين يعيشون في أوروبا وفي الغرب عموما هم يعيشون في مجتمعات غير إسلامية، بمعنى أن أعيادنا نحن كمسلمين ليست هي أعياد رسمية مقررة في البلد، وعدم معرفتنا بالعيد بشكل مسبق يجعل يعني كثير من الموظفين والعاملين في المؤسسات المختلفة لا يمكنهم أن يرتبوا لأنفسهم بحيث يحصل على رخصة من أعمالهم.
خصوصا أنه في كثير من الدول نعم. أصلا المسلمين لهم حق، يعني لما يكون إنسان موظف في الدولة عندنا مثلا في فرنسا الموظفين المسلمين يحق لهم أن يحصلوا على رخصة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا عندهم يوم المولد النبوي، لكن تشترط الإدارة أن تكون على علم بموعد ذلك اليوم وتاريخه. بالضبط، يعني لا يمكن يعني أن أعطيك رخصة وأنت لا تدري أي يوم يعني هو يوم العيد عندك. وهذا ينسحب حتى هنا في بريطانيا بالنسبة لطلبة المدارس، المدارس لديها مشكلة إذا كان تغيب الأولاد في أكثر من يوم خلال الأسبوع، وأقصد التلاميذ المسلمين. صحيح، وهذه المشكلة الأخرى، يعني الجانب الآخر يتعلق فعلا بالتلاميذ والطلاب. كثير من الأحيان يعني لا ندري طبعا متى نطلب رخصة من المدرسة ونخبرهم في الوقت المناسب، أو قد المدارس أحيانا تبرمج اختبارات وامتحانات وتقع هذا في يوم العيد، فعدم معرفة التقويم المسبق فيعسر على المسلمين أن يحصلوا على حقوقهم، لا في الرخص من حيث العمل ولا في ترتيب أوضاع التلاميذ. الأمر الآخر، الأمر العملي، مسألة صلاة العيد نفسها، يعني نحن عندنا هنا في فرنسا في جالية كبيرة كما هو الحال في بريطانيا وفي غيرها، كثير من المراكز الإسلامية تحاول أن تقيم صلاة العيد في قاعات كبرى لأن المساجد أحيانا لا تتسع، وأحيانا يريدون أن يقوموا في الحي الواحد بصلاة تجمع الجميع، والحصول على القاعات يحتاج أيضا إلى ترتيب مسبق، خصوصا أن البلديات عندنا في الحقيقة متجاوبة، يمكن أن تعطي القاعة ولكن أيضا نفس الشيء يقولون لك متى يكون العيد حتى نحن نرتب لك ونحجز هذه القاعة لكم كمسلمين. في كثير من الأحيان وجدنا بعض يعني رؤساء البلديات مثلا يريدون أن يأتوا لتهنئة المسلمين يوم العيد قبل الصلاة، ونفس الشيء لا يستطيع أن يرتبوا أنفسهم لأن العيد غير معلوم وكذا. واضح جدا، آثار اجتماعية واضحة جدا فضيلة الشيخ دكتور أحمد جاب الله الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، متى هو يوم الفطر لهذا العام، العام الهجري 1437 في أوروبا؟ وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر إسطنبول والذي جمع حشدا كبيرا جدا، ربما الأول في تاريخ الأمة أن يجتمع بهذا العدد من علماء الشريعة وعلماء الفلك وعلماء على مستوى عال، يعني رؤساء مجامع فقهية ووزراء شؤون دينية، ويعني أيضا حضره فضيلة العلامة الدكتور يوسف القضاوي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأمناء المجامع الفقهية في الدول الإسلامية ومسؤولي المراكز الأرصاد في يعني كثير من الدول، أكثر من 70 دولة حضرتك حضروا ومثلوا واتفقوا بعد أخذ وبحث وجلسات و بحوث قدمت، اتفقوا يعني بالغالب يعني 80-27 وافقوا على ما يسمى بالتقويم الموحد، التقويم الإسلامي الموحد للعالم كله. بناء على هذا التقويم وبناء على يعني الفتاوى التي أصدرها من قبل، القرارات التي أصدرها من قبل المجلس الأوروبي والقرارات التي أصدرتها المجامع الفقهية من قبل كما قال أخي الحبيب الدكتور أحمد جاب الله بالأخذ بوحدة المطالع وهو رأي جمهور العلماء، فإن يوم العيد إن شاء الله هو يوم الثلاثاء بإذن الله سبحانه وتعالى، يوم الثلاثاء هذا هو يوم طيب. العيد فضيلة الشيخ القادم إن شاء الله. كيف تم بناء حساب أن يوم العيد هو يوم الثلاثاء، وأين هو المطلع الأول الذي يظهر فيه هلال شوال على هذه الأرض؟ كما ذكرنا بأن هناك رأيين، الرأي الأول اختلاف المطالع والرأي الثاني وحدة المطالع، وقلنا أكدنا بأن هذا هو رأي جمهور العلماء وهو الرأي الذي قال به جل المجامع الفقهية بهذا. حسب المراصد العلمية فإن الرؤية ممكنة في خريطة لعلها تكون موجودة، سنعرض هذه الخريطة إن شاء الله. عرضنا الخريطة، لو رأينا أن اللون الأزرق في هذه الخريطة حضرتك تمام، هذا اللون الأزرق اللي هو يظهر الهلال في أمريكا
الجنوبية في غربها وفي جنوبها، والمساحة البيضاء، أنت عندك حضرتك مساحة زرقاء وبيضاء وحمراء، المساحة الحمراء يستحيل أن يرى فيها الهلال بأي حال من الأحوال، المساحة البيضاء الهلال يكون موجود. نعم، هذه الخريطة نراها معنا نعم على الشاشة. المساحة البيضاء يكون الهلال موجود حضرتك، يعني لك أن تعلم أن الهلال يوم الاثنين يغرب في مكة المكرمة قبل 3 دقائق فقط، يغرب الهلال في مكة المكرمة قبل 3 دقائق من غروب الشمس. يعني أن الهلال نعم. يوم الاثنين موجود في مكة المكرمة قبل غروب الشمس. يغرب قبل غروب الشمس. ها أو في مكة المكرمة يغرب الهلال قبل 3 دقائق من الشمس، فلا يمكن رؤيته في أم القرى، واخد بال حضرتك؟ لكن ما عدا يعني المنطقة البيضاء هذه الهلال موجود فيها. إذن هذه المنطقة يعني نعم. كما نراها تغطي معظم قارة أفريقيا. أي نعم. المنطقة البيضاء. أي نعم. بالتأكيد كل أمريكا اللاتينية. أي نعم. وأمريكا الشمالية حضرتك أيضا. لا في أوروبا. نعم. يعني يبدو بأنه من الصعب أن يرى في أوروبا. أي نعم. هذه حضرتك المنطقة في حاجة حديثة اسمها CCD. كاميرا CCD، هذه بهذه الكاميرا يمكن أن يرى الهلال في هذه المناطق، هذه واحدة. في أي مناطق فضيلة الشيخ؟ البيضاء. في البيضاء. اللي هي بالخط الأبيض. يمنع رؤيتها حضرتك الهلال موجود، لكن يمنع رؤيتها إما شعاع الشمس القوي، وإما السماء تكون غير يعني إيه يعني من الصعوبة أن يرى. الذي أريد أن أقوله لك لحضرتك بأن هلال شهر رمضان كان في معظم المنطقة العربية يقع تحت المنطقة البيضاء، هلال شهر رمضان الذي العام. أعلن بأنه رؤية في كثير من البلاد، كان في جل البلاد العربية بالذات منطقة الخليج وشمال أفريقيا وشرق أفريقيا كان يقع أيضا تحت المنطقة البيضاء التي يصعب رؤيته فيها بالعين المجرد. أي أحسنت. ومع ذلك جاء من يقول أنا رأيت الهلال، فتعجبنا الحقيقة. نعم. لا هو في بالنسبة للسعودية تحديدا أنا قرأت البيان واستمعت إليه، قالوا من لتحري رؤية الهلال بالعين المجرد أو بالمناظير. كويس، جيد جدا. إذن هناك إذن بهذا المنطق الذي تحروا به هلال شهر رمضان بالمناظير نعم. أكيد ربما تحروا بالمنظار المتقدم الآن الفلكي اللي هو CCD، فهذا المنظار يمكن رؤية الهلال به في هذه المناطق البيضاء كلها، لكنه بالأكيد يرى بالتلسكوب العادي في جنوب أمريكا وفي غربها، واخد بال حضرتك؟ بناء عليه فنحن اعتمدنا هذا، ويعني قرر المجلس الأوروبي مع يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كثير من الدول والمجتمعات المسلمة في الغرب بأن شهر رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، بأن العيد عفوا بأن عيد الفطر بإذن الله سبحانه وتعالى نعم. سيكون يوم الثلاثاء القادم. معي رئيس لجنة الفتوى بألمانيا دكتور خالد حنفي، نرحب بك دكتور حنفي. أنتم في ألمانيا في لجنة الفتوى، ما الذي أفتيتم به حول عيد الفطر لهذا العام وبداية شهر شوال؟ تحياتي لكم ولضيفكم الكريم فضيلة شيخنا المبارك الله يكرمك الشيخ حسين حفظه الله ولمشاهدينا الكرام جميعا. ولك. نحن في ألمانيا لسنا وحدنا فقط الذين أعلننا تبعا لبيان المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وكذلك لمؤتمر إسطنبول الكبير الأخير، أن أول أيام عيد الفطر أو أن عيد الفطر المبارك لهذا العام هو يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. فقد أعلنت لجنة الفتوى في ألمانيا والمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا وهيئة العلماء والدعاة بألمانيا ومجلس التنسيق الإسلامي الأعلى في ألمانيا وكل الروابط والمؤسسات التركية والبوسنوية والألبانية كذلك أعلنت نفس الإعلان. نستطيع أن نقول أن نسبة 90% على الأقل بدون مبالغة من مجموع المسلمين في ألمانيا متفقة. هذا خير كبير، الحمد لله دكتور خالد حنفي، نهنئكم على ذلك ونبارك لكم. وسؤالي، هل راعيتم أيضا المراكز الإسلامية الكبرى، المساجد الكبرى التي يصلي فيها المسلمون في برلين وكبريات المدن التركية، هل رأيتم أن هذه المراكز أيضا
سيكون أول أيام شوال هو يوم الثلاثاء القادم. دكتور حنفي، يبدو أن فقدنا دكتور حنفي. على كل حال، مفهوم من دكتور حنفي بأن ألمانيا المراكز الإسلامية تقريبا أجمعت على أن فتوى المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء ملزمة لها وستأخذ بها. إذا السؤال، إذا فضيلة الشيخ، هل لمن يتبع بلده الأصلي في بداية عيد الفطر لهذا العام، بداية شوال أقصد ويوم عيد الفطر، هل له من عذر؟ وهل يمكن للمركز أيضا الذي يأخذ بتلك الفتوى، يأخذ ببداية شوال تبعا لبلده الذي جاء منه، هل له من عذر شرعي؟ أنا سأحكي لك قصة واقعة حدثت أثناء المناقشة. وزي ما قلت لك، حضر كثير من الهيئات، كبار العلماء والمجامع الفقهية وكذا. فكان أحد يعني أمين عام مجمع فقهي كان يعني يناقش في هذه القضية، لكنه في النهاية قال: وإن كنت أختلف مع الحساب الموحد، لكني أنا أريد أن أقول بأني لا أجيز بأي حال من الأحوال لأي مسلم يكون في بلد أن يصوم أو يفطر مع بلده الأصلي أو مع أي بلد آخر خارج المكان الذي يعيش فيه بين إخوانه من المسلمين. لأن الحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فلا مجال لأحد، بل إني أقول بأن الأخ الذي يصوم أو يفطر تبعا لبلده صيام غير صحيح وفطره غير صحيح كذلك، إنما يجب أن يصوم وأن يفطر مع الجماعة التي يعيش معها. فإذا كان غدا هو يوم عيدهم، فيجب عليه شرعا أن يكون هذا يوم عيد. بل إن العلماء قالوا: لو أن إنسانا صام في بلد، حتى الذين يقولون باختلاف المطالع، قال: لو أن الإنسان صام في بلد مثلا صامت يعني بعد بلده الأصلي مثلا يعني بيوم وشيء من هذا، ثم سافر إلى بلده الأصلي فوجد أن بلده في هذا اليوم عندهم عيد، وبالتالي هو صام 28 يوما فقط، فماذا يصنع؟ هل يعني يعيد معهم ويعتبر هذا اليوم هو عيده، ولا يتم صيامه أقل شيء 29 يوم، لأن صام 28 يوم والشهر لا يكون بحال من الأحوال 28 يوم. قال الفقهاء جميعا أجمعوا بأن عليه أن يعيد مع البلد التي وصل الله إليها، وعليه أن يفطر ويخرج ويهلل ويكبر معه، والحكمة ثم عليه أن يقضي يوما بعد ذلك. والحكمة في ذلك، والعكس صحيح، أنا آسف، العكس صحيح: لو أنه صاب 30 يوم ثم ذهب إلى بلدي فوجدهم صيام، قالوا عليه أن يأكل لكن يتستر ولا يأكل أمام الناس، وإلا عوقب. من هكذا يقول العلماء، لأنه جرح مشاعر الآخرين. ده كله الحفاظ على وحدة الأمة، لأن وحدة الأمة مقدمة على كثير من الأمور. وحدة الأمة في الإسلام فرض وليست نافلة. اجتماع المسلمين على كلمة سواء فرض عين على كل مسلم أن يسعى لتحقيق ذلك، وليس أمرا ثانويا أو أمرا من النوافل. دكتور خالد حنفي، في ألمانيا هل راعيتم أن تكون المراكز الإسلامية الكبرى والمساجد الإسلامية الكبرى في برلين وكبريات المدن الألمانية أيضا أخذت بفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بأول أيام شهر شوال يوم الثلاثاء القادم؟ نعم، بالفعل أكبر المراكز والمساجد الإسلامية في ألمانيا أعلنت بالفعل عن أن يوم الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك، كالمركز الإسلامي في آخن وكاتحاد المساجد والمراكز الإسلامية في برلين وفي غيرها من المدن. تبقى هناك مساجد لا شك أنها تصر على متابعة السعودية في إعلانها، بغض النظر عن صوابه أو خطئه، بغض النظر عن هذا القول موافق لمجموع كلمة المسلمين أم لا. أود أن ألفت النظر هنا إلى جملة من الأشياء. على رأس هذه الأشياء أن المسلمين في ألمانيا لا يمثلهم ولا يشكلهم فقط المسلمون العرب، نحن ننظر إلى عموم المسلمين في ألمانيا، إلى كل الجنسيات، ونحن أمة واحدة وجماعة واحدة. وأنت تشير هنا إلى الأتراك، أعتقد بأن نصف المسلمين في تركيا إن لم يكن أكثر
هم من الأتراك، أليس كذلك؟ 70% من المسلمين في ألمانيا من الأتراك، نعم، ومعهم الألبان والبوسنيون على الأقل أيضا 10%. يعني أنت تتكلم في 80% من مجموع المسلمين بالفعل حسموا أمرهم وأخذوا وجهتهم في هذا القرار وفي هذا الإعلان. ومصالح المسلمين في ألمانيا مرتبطة بهذا القرار، بالإعلان المشتق المنضبط عن مناسبتهم الدينية. وأود أن أذكر هنا بحديث سابق للرئيس الألماني على قناة الجزيرة، الرئيس الألماني الأسبق، قبل حوالي 4 سنوات، عندما سألته المحاورة وقالت له إن المسلمين في ألمانيا يقترب عددهم من 5 ملايين. طبعا هذه إحصائيات قديمة قبل الأعداد الجديدة للاجئين. المسلمون في ألمانيا عددهم يقترب من 5 ملايين، لماذا لا يمنحون حقهم في عطلة في إجازاتهم وأعيادهم الدينية؟ قال لها نصا: نحن لم نتأخر، فقد طالبنا من المسلمين أن يجتمعوا وأن يتفقوا على تحديد يوم واحد للعيد. أنا لا أستطيع أن أمنح المسلمين 3 أيام لعيدهم، يوم للأتراك وآخر للمغاربة وثالث لي. درس بليغ دكتور حنفي ورسالة واضحة جدا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون رأي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بداية لتوحيد كلمة المسلمين في أوروبا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد حنفي، رئيس لجنة الفتوى في ألمانيا. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نعود بعده لمتابعة برنامجنا، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج لكل زمان ومكان، نخصصها لمناقشة دور المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في توحيد كلمة المسلمين في أوروبا حول تحري هلال شوال وتحديده هلال شوال لهذا العام. معي عبر الهاتف عضو الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الشيخ أمين الحزمي من إيطاليا. شيخ أمين الحزمي، نرحب بكم في هذه الحلقة، وأسألكم عن موقفكم أنتم في إيطاليا، المسلمون في إيطاليا، هل توحدت كلمتهم لهذا العام لتحديد أول أيام شهر شوال لهذا العام يوم عيد الفطر؟ مرحبا بكم أخي الأستاذ جمال وفضيلة الشيخ حسين حلاوة والمشاهدين الكرام، وأيضا الشيخين الفاضلين الدكتور أحمد جاب الله والدكتور خالد حنفي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالخير وإياكم في هذه الخواتم المباركة. بالنسبة لنا في إيطاليا، فيعني الجمعية الإسلامية الإيطالية للأئمة والمرشدين ومنذ حوالي 6 سنوات، ومعها أيضا اتحاد المنظمات الإسلامية في إيطاليا والعديد من المؤسسات الإسلامية هنا، تتبنى دائما أو تترقب بيانات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وتعمل على نشرها وتتبناها. وبالتالي منذ حوالي 6 سنوات ونحن مع بيانات المجلس ونعتمدها ونمضي بناء عليها. بالتأكيد ليس كل المؤسسات الإسلامية مجمعة على ذلك، هناك عدد كبير من المؤسسات الإسلامية من تنسيقيات المراكز في المدن، المساجد الكبرى، وهناك أيضا مجموعة من المؤسسات أو عدد من المراكز دائما تنتظر إما أول رؤية لأي بلد إسلامي. طيب، إذن شيخنا أمين الحزمي، هل أنتم رتبتم لوحدة كلمة هذه الأمة هذا العام لتجمع أكبر عدد ممكن من هذه المساجد، طالما أن هناك وقت، يعني هناك بضعة أيام إن شاء الله قبل بداية شوال، لكي يأخذوا برأي المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، ولكي لا تحصل المشاهد السابقة في مدن أوروبية جماعة تعيد في يوم وجماعة أخرى تعيد في اليوم التالي أو اليوم الذي سبق؟ نعم، نحن ليس من هذا العام، وإنما منذ أكثر من 3 سنوات نعقد منتقيات دائما قبل رمضان، تنسيقية بين الأئمة، بين المؤسسات الإسلامية التي تعمل على الصعيد الوطني، ويعني عملنا عدد من الندوات لشرح المسألة من الناحية التأصيلية وأبعادها أيضا الاجتماعية، والتي ذكر بعضها شيخنا الدكتور أحمد جاب الله، وأبعادها المختلفة وتأثيراتها حتى على أجيالنا وعلى شبابنا. وبالتالي فقد عقدنا أكثر من لقاء وأكثر من ندوة في السنوات الماضية، ونحن مستمرون في كل عام نتواصل مع المؤسسات الوطنية ثم مع المراكز والتنسيقيات المراكز في المدن المختلفة، فنحن مستمرون في هذا. بالتأكيد لم نصل إلى حد الإجماع، لم نصل، ولكننا ساعون ونلحظ أن هناك تنام
كبير جدا في استيعاب هذه المسألة والحاجة إليها، الحاجة إلى التحديد المسبق للمناسبات الدينية كالعيد ورمضان وغير ذلك، وهناك تقبل أكثر، يعني سنة عن سنة نلحظ فرقا أكبر في تقبل يعني هذا المبدأ ولله الحمد. إذن الشيخ أمين الحزمي عضو الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء في روما، عيد الفطر في إيطاليا يوم الثلاثاء. نشكرك شكرا جزيلا شيخ أمين الحزمي، ورحب مرة أخرى بضيفي هنا الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث فضيلة الشيخ حسين حلاوة. فضيلة الشيخ، الكثير يتساءل، ما عرضته هي حسابات فلكية حتى الآن، طالما نحن على بعد أيام من ذلك، من يوم الثلاثاء، هل هذه الحسابات الفلكية تجزئ عن الرؤية، سواء كانت الرؤية بالعين أو الرؤية الفلكية، وهل هناك فرق بين الحساب الفلكي والرؤية؟ نحن حينما نتكلم عن الحساب الفلكي، نحن لا نتكلم عن شيء ظني، نحن لا نتكلم عن علم التنجيم. الفقهاء قديما حينما حتى ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في اعتراضهم على الحساب، وكثير من العلماء لما تقرأ حضرتك في كتبهم كانوا يعني الحاصل عندهم أن علم الحساب مرتبط بعلم التنجيم والخرافات وهذه الأشياء، لذلك كانوا يخافون من الاقتراب منه. وقل من أهل العلم الذين كانوا يعرفون أن هناك فرق كبير بين هذا وذاك. نحن حينما نتكلم عن الحساب الفلكي الذي أصبح قطعيا الآن، قطعي، ليس أمر ظني، في حين أن الرؤية بالعين رؤية ظنية. خاصة حضرتك أنت تعرف أن أسلافنا كانوا يعرفون، في يعني الناس الكبار زمان كانوا يعرفون حينما ينظرون إلى السماء، لو قلت له أين النجم القطبي وأين كذا وأين كذا وأين يقع الهلال، هو يعني يشير إليك بتحديد مكان. أنا ألا أدري هي نكتة أم لا، في إحدى الدول التي تعتمد رؤية كانت فقط يعني دون الحساب، جاء أخ يعني واحد وهو يعني يمشي ليشهد بالرؤية، فوقع سقط هناك عقة، يعني زي ما تقول لي يسموه إيه كده، يعني أمام في الصالة لم يرها فسقط، فقال أنا رأيت الهلال. فأحد الحاضرين تعجب، قال أنت لم ترى العتبة التي أمامك ووقعت منها، فكيف رأيت الهلال الذي في أفقك هذا؟ فإحنا نحن حينما نعتمد على هذا، إنما نعتمد على علم قطعي. ولذلك هم العلماء ماذا قال، متى كيف يمكن أن يرى الهلال إذا كان في درجة مثلا 6.5، إذا كان في درجة 7 بينه وبين الشمس، وبينه وبين الأفق في درجة مثلا 4 أو 5. العلماء يعني عايز أقول يعني أخذوا الحيطة في ذلك، الحيطة في ذلك، فوضعوا درجات لا يمكن بحال من الأحوال إلا وأن يرى الهلال في هذه البقعة. الذي يريد أن يرى الهلال يتفضل فسوف يراه، نحن متأكدون من ذلك. سؤالي أنه هل يجزئ عن الرؤية، يعني في يوم الاثنين هل هناك في أمريكا اللاتينية من سيذهب؟ أنا تواصلت مع هذا الحساب يجزئ، تواصلت مع إخواني في الأرجنتين وفي بعض البلاد في جنوب أفريقيا أخرى، وكانوا بعضهم حاضر معنا في المؤتمر، وأكدوا لي بأنهم سيترصدوا الهلال، وقد اتصلوا بالمراصد في بلادهم والمراصد تعاونت معهم على أن يروا الهلال. حتى المؤتمر بتاع إسطنبول نفسه هو من ضمن توصياتي أن تكون هناك لجنة إلى فترة محددة من السنين تنتقل في كل مكان يقول الحساب بأن الهلال سيرى في هذه البقعة، حتى يعني يتولوا هم بأنفسهم رؤية هذا الهلال ويثبتوا للعالم عينا بأمام أجهزة التلفاز والإعلام هذا الأمر. معنا من السويد الآن رئيس المجلس السويدي للأمة فضيلة الشيخ محمود الخلفي. شيخ محمود، نرحب بكم في هذه الحلقة من لكل زمان ومكان. السويد هذا العام متى هو يوم عيد فطرها؟ حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأعزاء. طبعا نحن منذ سنوات الآن نحاول أن نكرس مرجعية خاصة بالمسلمين في أوروبا، لأن كفاء المسلمين تشتتا واختلافا، فإذا كان المسلمون في العالم الإسلامي متفرقين إلى دول ودويلات، وأحيانا في الغالب الاختلافات السياسية
تؤثر على حتى الخيارات الفقهية. فباب أولى بنا وأحر بنا نحن المسلمون في الغرب في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها، الأقليات المسلمة هذا ليس لها عذر، لا بد أن تتوحد حول مرجعية فقهية خاصة بالغرب. والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث هو الجهة الممكن تتصدر من هذا الأمر، وهي قائمة بدور كبير جدا لتوحيد المسلمين في الغرب وخدمة المسلمين وتحقيق مصالح المسلمين. ولذلك نحن سواء هذه السنة أو غيرها حاولنا في لقاءات متعددة للأئمة، وحضر معنا فضيلة الشيخ حسين حلاوة حفظه الله عدة لقاءات لتثبيت هذه المرجعية. وأكيد هذه معنى توحيد المسلمين حول تقويم هجري، هذا يحقق مقاصد كبرى ومصالح معتبرة لا يماري فيها أحد. إذن رد واضح وموجز فضيلة الشيخ محمود الخلفي، أشكرك شكرا جزيلا رئيس المجلس السويدي. يوم الثلاثاء خمسة إن شاء الله، في هذا هو أول أيام العيد كل عام عندنا إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ. بعض المراكز ما زالت حتى الآن وللأسف تتبع بعض الدول العربية والإسلامية في تحديد أيام بداية شهر شوال يوم عيد الفطر حتى لو لم يثبت فلكيا. أنا أقول هذا لا يصح، هذا لا يجوز شرعا أن نكون نحن هنا في أوروبا ثم نحاول، لأن زي ما قلت لحضرتك لا يوجد إلا رأيين في الفقه في استطلاع الهلال، إما وحدة المطالع وإما اختلاف المطالع. يعني هؤلاء ينتظروها على أي أساس؟ على أساس وحدة المطالع، خلاص الهلال ثابت رؤيا في بلد فيجب علينا أننا نلتزم بها جميعا. ومعلوم أن الرؤية الحكمية يعني في الشرع لها اعتبارها، وهي كالرؤية البصرية سواء بسواء، خاصة حينما تؤكدها الحسابات القطعية، إذا أكدتها الحسابات القطعية فهي بل تقدم كما قلنا على الرؤية البصرية، لأن الرؤية البصرية كما قلنا هي رؤية ظنية. ضربت لك مثالا بما حدث في أول رمضان في أن الهلال من المستحيل أن يرى في إلا بأعلى درجات الكاميرات، وهناك انت حضرتك قلت ان في دولة قالت ان رؤية بالأجهزة، لكن هناك دول قالت انه شوهد انه رؤية عندها وهو لا مستحيل ان يرى بأي حال من الأحوال. كما قال اخي الحبيب اخواني الكرام وبذات الاخ الاستاذ محمود الخلفي اخيرا في اخر المداخلة التي قال فيها بان السياسة تؤثر على 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 هذه البلد. أنا أعرف بلد تأخذ باختلاف المطالع، بمعنى لا تؤمن بأي بلد أخرى ترى المطلع، لكن لأن في هذه الأيام في تقارب وفي تواد بينها وبين بلد معينة لم ترى الهلال في عندها، لكنها أعلنت بأنها صامت لأن البلد الأخرى رأت الهلال. فأنا عندنا هم يعني الرأي الأول الذي يقول باختلاف المطالع، إذا كان سنتبع اختلاف المطالع فعلى كل بلد في أوروبا أن يكون لها مطلعها الخاص بها، وبالتالي نحن سنتشتت وتشردم. ولذلك سؤالي الأخير بل ذلك حضرتك، أنا أسف معلش، بل هذا الأمر اللي هو إن كل بلد في أوروبا قد يكون لها مطلعها قد يكون أهون على نفسي أنا أهون على نفسي أنا، لا أرى بي لأن أنا مع جمهور العلماء والفقهاء والمجامع، لكن أقول أهون علي من أن يكون في البلد الواحد ثلاثة أعياد أو ثلاثة أيام للناس مفطرة وناس صائمة وناس وهكذا. وسؤالي ماذا فعلا لو كان المسجد المركزي الموجود في مدينة الأوروبية أفطر في غير ما أرى أنا وما أتبعه مثلا من حساب للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ماذا أفعل؟ أنت تعرف بأن يعني خطوة الألف ميل تبدأ من ميل واحد، نحن بنحاول جاهدين كما سمعت من إخواني جزاهم الله خير في كل البلاد، في فرنسا، في ألمانيا، في السويد،
في إيطاليا، يعني بذلوا جهدا كبيرا خلال الأعوام الماضية، كان لعلهم ابتدأوا ب20%، الآن في بعض البلاد وصلوا 80%، 85-90% الجمهور يتبع الآن هذا الأمر. نحن لا يمكن بحلم الأحوال يا أخي الحبيب أن نجرجر وراء أناس ليس عندهم يعني رصيد، مش يعني ليس عندهم أمر علمي محكم يعتمدون عليه حتى نحن نقول نحن وراءكم. والله لو ثمت أمر محكم علمي يعتمدون عليه لكنا لهم نحن أكم أهلا وسهلا، لكن إحنا نرى أن هذا، أنا قلت لك أكثر من 70 دولة ويعني أكثر من 80 من العلماء مقابل 27 أو 80 بالعدد. هذه بداية طيبة خبيرة الشيخ، فنحن نحاول. الأوروبية أنا أعرف أكثر من مركز وفيها أنا أعرف مدن صغيرة ربما أنا أعرف ليس لكن فيها إلا مركز واحد وربما يتبع هذا المركز. لا أنا أدعو المسلمين أدعو المسلمين في البلد أن يتبعوا لا شك المركز الذي يعني هم تابعون له. أنا لا أدعو إلى التفرق والتشرذم بأي حال من الأحوال، لكن أقول علينا أن نبدأ على الإخوة بالذات مسؤول المراكز والأئمة عليهم عبء كبير. بعض مسؤول المراكز والأئمة ماذا يتحجج؟ بيتحججوا بعامة الناس، يقول لك الناس ستغضب منا وستزعل. أن هؤلاء الناس إحنا لو هنمشي وراءهم يعني الحقيقة نحن سنجر على أنفسنا ويلات كثيرة والخسار والتأخر والتشرذم، خاصة العرب فضيلة الشيخ. نعم، البناء المسلمين من القوميات الأخرى يعني هي بداية للتواصل معهم، ولكن الآن حسبنا العرب أن نوحد كلمة العرب. يعني أنا أقول لك لحضرتك حاجة، الأتراك، الألبان، المسنيين، أهل كوسوفا، بولندا، وكثير من هذه الأقليات الموجودة كلهم يعني على قلب رجل واحد في البداية والنهاية. للأسف لا يوجد إلا العرب هم الذين يختلفون وهم الذين يؤججون هذا الصراع، هذا يريد أن يتبع بلده وهذا يريد أن يتبع جماعته وهذا يريد أن يتبع مذاته، وهذه إشكالية كبرى عنده. ولكن إن شاء الله فضيلة الشيخ بجهودكم أكيد عبر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وهذه المبادرات الطيبة الخيرة لجمع الأمة المسلمة في أوروبا على الأقل على كلمة واحدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تؤتي أكلها وثمارها قريبا جدا. إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ حسين حلاوة، وكل عام وأنتم بخير أعزائي المشاهدين. إذن فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء يعلن أن أول أيام شهر شوال لهذا العام 1437 يوم الفطر هو يوم الثلاثاء القادم، فكل عام وأنتم بخير وأترككم في أمان الله.